كالعادة تنهار سبت في ديما لاباس وكل ثلاثة في أضحك معنا تنجموا تربحوا مليون كاش. ديجا الحلقة هذه قاعدة تتعدى وينجم يكون اسمك أنت أسفل الشاشة آخر حلقة هذه وتربح مليون كاش. عليك باش تبعث وباش تقوي حظوظك حتى توا. أبعث آه على 85-980 آه على 85-980. ما ربحتش اليوم بكشي فيها خير، تنجم تربح العشرة مليون كاش اللي باش تجي آخر شهر. دونك آه على 85-980. المرة هذه بلا قناع مشينا للتوانسة لبسناهم ماسك وقلنا لهم شنو تقول، شفنا العرف وشفنا المرت وشفنا شنو تقول الليكس متاعك. شوفوا كيفاش توانسة أحكيوا بلا قناع، شوفوا مع بعضنا. كي نتذكر اللي أنا كنت معاك نبدأ صرفك في روحي بالكف، نحمد في ربي الحمد لله يا ربي كرتاحت منك الحمد لله. من اللي مشيت علي تحلت الدنيا في وجهي. تيهي يا راجل حتى انت في ولدي طوف الباك وهي مزيد قاعدة وبايرة تستنى في خبز الجاتو تستنى في الموسم. أبقى تبع فيك يا ماما كنت تبقى بايرة عندي. من اللي عرفتك ماريت خير نقول لك كان الحجرة مذوب والقن صحبة مذوب. الأكسة متاعي الماما وش حاحكي نخرج وش يقعدني في بلاصة نمشي نقعدوا في جهدة جهدة ببليك ويشي دبو زمية وكن طارد. تحب خاتم أبيض خاتم أصفر عقيرة موسم أبقي بايرة كاك أبقي بايرة ميسني معرس بيك أبقي بايرة. نحب نقول مبروك الناجي العشاوي من مروج اثنين، هو اللي ربح العشرة ملايين كاش من أهداء ديما لاباس. القرعة اللي جرات نهار 30/11/2018 من طرف العدل المنفذ الأستاذ فاتن حمدي. مبروك عليك يا ناجي 10 ملايين كاش. اليوم في ديما لاباس عنا أوماج تكريم السلسلة معناتها في 8 أجزاء فرحت بارشة توينسا بصراحة معناتها لمدة سنين وسنين هما أكثر من 8 سنين خاطر قصت وبعد رجعت كانت سلسلة ناجحة ضحكت لمت العائلة التونسية على قناة نسمة. دونك سعداء باستقبال ثلاثة من نجوم السلسلة هذه، سعيد باستقبال فرحات تهنينا هذا ساعة أستاذي ووقتها بديت أنا في لاباس كعبلي معناتها وما نعرفش نحكي وكذا، من الناس اللي أطروني هو جعفر وسماح. نحب نقول لك فرحان برشا اللي شفتك. نعرف صديقي عايشك عايشك سعيد باستقبال كوثر البلدي. كوثر أنت حبيبة التوانسة باختصار عايش بالحق معناتها حبيبة التوانسة الفنانة اللي يحبوك التوانسة يحبوك زملائك يحبوك الناس في الشارع يحبوك في أدوارك الكل تقريبا. معناتها امرأة تمثل المرأة التونسية اللي متصالحة مع روحها ومتصالحة مع انتراجها وموهوبة جدا في المسرح في التلفزة. ديما واحد يبدأ فرحان أنه تكون انت حفاه. مرحبا بكم، أنتم بديتوا من الأول ثم التحق واحد من نجوم من جزء الثالث وانت طالع سوفيان ده. معناتها نسيبتي العزيزة في كلمة خاطر بالحق راه فما سيري ساعات تتجاوز مرحلة مسلسل. تذكرك في فرانس دو أمور جولوار وبوتي واحنا صح. كبرنا معاهم غيره فرحات كل واحد في كلمة يقول لي شنو تمثل نسيبتي العزيزة ليه والتوينسة اللي عرضوك في الشارع. محلاها لما في كلمة محلاها لما تلم التوانسة وتلم الممثلين كل عام نتلموا في 4 شهور 3 شهور ونص نعملوا كيف نعملوا متعة معنا نخدموها بحب كبير. واضح كوثر في كلمة واحدة ما تززيهيش لكن نسيبتي العزيزة بالنسبة لي أنا نهار آخر نجيك وأنا كبيرة أي. كبيرة كبيرة يعني أي. تقعد من أحلى ذكرياتي أكيد. سفيان أنا بالنسبة لي نسيبتي العزيزة ما أنا بديتها عازب تو عندي يوسف ما شاء الله تبارك الله تبارك الله. خاطر الناس ما يعرفوش كوثر معناتها كوميم 10 أو 4 شهور في العام راكم تعيشوا عائلة مع بعضكم. إي نعيشوا معناتها اللي تشوفوه أكثر من تشوفوا دياركم أكثر اللي نقعدوه مع بعضنا أكثر من اللي نقعدوه في العائلة بخلاف اللي كل ما نكملوا سيزون وقت اللي يقولوا لنا راكم مرتبطين معنا راه باش نعاودوا ما عندكش فكرة راه نفرحوا برشا ونتقابلوا من جديد وكأنه ما غبناشك الشهرين ثلاثة معناها ونعاودوا كيف كيف الذكريات الحلوة كل يوم عندنا حكاية بالحلو وبالحاجات اللي هي كل مرة عندنا جديد فيها من أحلى ما ثم. فرحات أنت نجاح كبير بصراحة الناس كل يظهر لي
يعيطولك منجي كان كان دا كان دارك تعيط لك. لا حتى في الدار ساعات يغلطوا راه حتى في الدار ساعات يغلطوا يقولوا المنجي فرحات نقولها فرحات اي فرحات معناتها الالتصاق الشخصيه بك معناتها حاجه معناتها تدل يظل تعكس نجاح السيريا. اي انا نقول لك حاجه فرحات على ما حبوه العبيد في المنجي انه مادام هناك نبداو مع بعضنا مثلا في الشارع كيكلموها بورتون معناها في الوقت هذا نقول العبيد معناها ما يخلطوش بين العمل الفني وحنا في الدنيا يقولها ولدك وين اي تبارك هي تسخايل على ولدها وما يقصدوا عليه على فرحات اي في الدار وكاو في الدار اي معناتها حاجه كبيره برشا. عم بالحق بالحق مرتك كي تبدا معناتها فرحانه بيك تعيط لك منجي كي تغش عليك تعيط لك فرحانه. لا كي تبدا فرحانه بيه نعرف اش تقول له. اش تقول له؟ فوفو فوفو والله فوفو فوفو وكي تبدا متغشه يا فرحات يا فرحات خلي فرحات الناس الكل. اما انت زاد عندك تبارك الله اولاد وبنيه كبار كبروا العزيبه معناتها ينقدوك يعطيوك رايهم اكيد يتفرجوا كيما الشباب الكل وكيما التوانسه الكل دونك يقولوا لك با محلاه خدمتك ولا فيها الخايب يلزمك تعمل هكا يلزمك تصلح وتربيوا على انه نناقشهم ونحاورهم دونك فوالا تعجب اكثر واحد يضحكك في نسيبتي العزيزه اكثر كنت واحد كي نتفرج انت والعائله كل واحد عنده والله اي سي فري هو كل باه الحقيقه الفاهم وحمد القزدغلي ضحك اي حمد القزدغلي وقبل التورن وقبل ما نبداو نصور وقبل الاكسيون كوثر الباردي وحجيله تعرف تعرفش انت هذا تعرف ولا تعرف الضحك بعد ورا الكاميرا قبل الاكسيون قبل الاكسيون قبل الاكسيون تتحول اي انا مشغوله باش نتحول اي انت اكثر واحد يضحكك فما مش خاطر فرحات بجنبي فرحات يقتلني بالضحك خالد كيف كيف لي مومون اللي بين الفهم وبابوشه وقت اللي يعمل فيه يضحكوني برشا ولي مومون اللي فيهم وحلت ما نجمتش لي مامون لي مامون يضحكوا يضحكوني حد والله يدي سي با شوف انت تستحقها يدك في الحوار سي با برا لي مامون اللي بين بابوشه والفهم يقتلوني بالضحك خاصه وقت اللي خالد يسخف وعاشق وعامل فيه بابوشه يقتلوني زاد بالضحك. اما سوفيت خاطر فرحات وخالد بوزيد في الدنيا جديين اكثر من الدور نتاعهم فهمت وانت ما نريد تضحك الدنيا انت زاد نفس الشيء اما 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 القوي في خالد وفرحات انهم خالد بوزيد وفرحات انهم ينجم يعمل لك ينجم يكون تراه تقول انسان معناتها سريع على الاخر يتحولوا في الدوره انت اكثر واحد يضحكك شكون؟ انا اكثر واحد يضحكني للامانه الساعه فرحات مش خاطر بحذايا فهمتي والله خاطر وكمال تواتي زاد يقتلني بالضحك لا هذا قال فرحات ماني نحكي معاه في التليفون يعني ما عندوش علاقه فرحات احذيك كل يوم بلوس فرحات تبارك الله عليه به سفيان انت ومرتك بالحق كل واحد يتفرج وحده في نسيبتي العزيزه والله كانك حاضر اي انا الساعه مرتي اكبر جول شدت لي فيه في حياتي فهمتي ولا شيء ما يعجبها ديما هز خشمها هكا مش هكا بالضبط مش هكا بالضبط ما تشوفنيش زاد تعمل اي يلزمك لحظه اعمل كيفي اعمل كيفي كل ما نعمل حاجه في لباس ما نحبش مرتي تفرش فيها نهز نعشيها نهار السبت ونهز عشي مرتك هكا هو مش نعمل لا بالحق هي اكثر واحده شد عليا جول معناها فهمتني لا لا قول لي هز خشمها ما يعجبهاش الضمار هز خشمها هز خشمها يا اخي كوثر علاه اللي مغشش نقولوا يهز خشمه؟ اش معناتها؟ خاطر هو ديجا الماسك نتاع الانسان كي يتغشش الخشم هكا يتشمر الفوق. فما ليه لي فما خشمه هكا يعني كمل يا مرتك؟ معناها ما يعجبها شيء معناها كي تضحك هي بالنسبه لي تعتبر معناها الحلقه نجحت والمسلسل نجح والحمد لله يا ربي. وتضحك ساعات تبدا شدتها ضحكه نفد منهم انا. كيف تبدا تشد الضحكه تقول والله مش لقتش بها الحقيقه نتاع ربي هكا ما نسنسش هكا ما ظهر لي ساعه تعمل عرفتك لا ايوه باهي كي تعتبر مرتك ديما مش عجبتها الكرش نتاعك هذيك ما عندكش فيها حتى شك قلت لها راه جزء من الشخصيه خطاني لا هي خذتني بكرشي معناها ماهيش خبيتش عليها ما غشيتش معناها هذيك هي الفقيره اللي خذتني بها هذيك بون هي قاعده تحاول معايا تو كيف فهمتي ولا كيفاش نجمش نقص بشويه تقول لك على خاطري اي ولا تدخل لي لها ثنيه اخرى نتاع
منظرك راك فنان ومعروف وكذا وكرشك دزك قدامك راه ما يقابلش فهمتني. ما ننسى يقول لك كي يبدا راجل سمين معتنا مش لاهيه بيه دونك يتنبزوه ما يقول لك على المراه الشيء. اي قبل كان العكس راه. متهني. اي متهني. متهني باهي. كوثر انت ساعتي بالحق نسيبك على طول قصدغلي. انا الساعة ما عادش نجم ندخل مركز صالون درامية هذا جاي في جنب ليسي ما عادش قصدغلي. يكوز يا كوز صباح الخير يا كوز ربجوا بي صغروني شويه. كوثر انت اعطيت برشا من شخصيتك. في حاجات تشبه لك؟ في فما حاجات نتقاسمهم مع حياتي. فما حاجات لي ما يشبهوليش ما برشا فيها برشا من معني. اكيد الروح نتاعي نخدم بها سور مسلفتها انا معناها كلامي وضحكتي وكل اما في الكاركتير نتاع حياتي فما برشا تشابه في نقاط انا ويا كيف كيف. كيفاش تتفرج في نسيبتي العزيز انت وشكون؟ انا والعائله معناها انا وعادل واختي وبنتي. أي. وبطبيعه الحال دوبا متوفى الحلقه ماما تكلمني. أي. يعني هذيك لازم نتاع تبارك الله على بنتي ولا تبارك على مرتي ماما ولا عند ماما انا احسن واحده في العالم. مش عند ماما عند برشا معناها لا لا الام معناها في العالم في ماما تونس. ماما تقول لك معناها التلفزه ظلمت بلا بيك تقول لي دونك مش باش نسمع برشا. امي تعتبرني ازين منشط في تونس بيان سور ما شكوش فيه كانت مش هتشوف في عينيها. اي معناها دونك ما نسمعش برشا خاطر ماما ديما محليك محليتني في الدار انا نتفرج بعين اخرى مش معناها يقولوا لي باهي. يحكيوا لي على طرفه صارت الكوثر في الجزائر ما تعرفش العمله من الاول. اي ما هو الجزائريه بالالف دينار بالملايين بالملايين معناتها دونك سي جاتك خدمه قلت سي باش نولي مليونيره معناتها. يا ولدي اسمع مره جيت الفرحات يا فرحات قلت لي جون نقول لك البروبوزيسيون اللي جاتني مش نورمال بتزيري بتزيري تظهر لك معناها مليارات مش لعب خاطر هما الخبز ب 20,000 اي فوسيت اي كي تسمع 70 مليون نقول لك باش نعطيك. باهي فرحات نقارنوا احنا نسيبتي العزيزه وشوف لي حل ما فماش مشكل في فاش نقارنهم انا في حاجه في فتره ما في الجزاء الاخرى ينقضوها ومن بعد تولي بالعسل. انا نخاف لو يصير نسيبتي العزيزه نفس الشيء يولي ينقضوا فيها وفدينا منها وكثرتوا من بعد كي تقف ونشوفوا اللي فيه عند التوانسه وقتها نندموا معناتها احنا في تونس ديجا معجزه كيفاش خلاو نسيبتي العزيزه 8 اجزاء لانه احنا من 8 ولا 9 سامحوني 8 وكان كملت راي 9 كان كملت راي 9 جوستومون دونك ديما في تونس هوايتنا قص علينا حتى بغض النظر ما نحبوش حاجه نجحه برشا فرحات العباد تحب تجدد الحقيقه معناها ماذا بيهم كيف يقلقوا من حاجه مثلا يحبوا يجددوا لكن احنا كيف يتفرجوا فينا كي يتفرجوا فينا العام الاول والثاني والثالث والرابع ثم ناس اللي تتبع ثم جيل اللي هو استانس بها الحكايه من بعد زاد سبحان ربي تو تحس انه العباد تسال تقول لك ثم عندكم سيبتي العزيزه ثم اللي يقول لك الحقيقه نكون اونيت ثم اللي شكون يقول لك والله صحيح مثلا اما قله اللي يقولوا ماذا بينا تبدلوا ولا اما الاغلبيه اخويا بصراحه راهي نتاع عائله وتلم تو مثلا في تونس نسيبتي العزيزه تلم برشا معناها ماهيش شكل تتفرج فيها مسارقي على اليوتيوب. أي. ولا كيما بعض الاعمال اي صحيح وفي الجزائر خاصه يتفرجوا فيها برشا 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 نتصور انا عندهم ديسيبسيون كبيره برشا برشا انه مثلا ماهيش نسيبتي العزيزه مثلا في الجزائر وجزء كبير من التوانسه اللي خاصه بعد صحفه الشوربه والبريكه حقق الحق ثم اعمال انا مثلا معناها مش بنحكم عليهم بالمنطق الاخلاقي لا لكن ثم حاجات في رمضان اللي احنا ماذا بينا احنا نخدموا نخموا شويه في خدمه على سيبل العائله برشا اللي هو العائله ريال مول العائله نستنيوك في شقه الفطر كانهم معناها هذيك العاده نتاعنا سيبش نشوفوا سيبتي العزيزه معناها حاجه من الحاجات اللي موجوده في رمضان احنا دوك سمعنا انه ما فماش سيبتي العزيزه التسعه الاخبار صحيح اي صحيح ام قاسي خاطر كان جاي فما راهو متفقين معنا دونك صحيح ما فماش فاجأكم الاخبار؟ لا هو ما فاجأناش الحقيقه خاطر من اللي احنا نصوروا نعرفوا معناها اللي ماناش باش نكملوا دونك ما تفاجأتش ونسيبتي العزيزه راهو تنجم تقعد حتى 20 سنه المشكله اللي احنا ما تعودناش يمكن بالاعمال اللي تقعد سنين عكس كما قلت انت في بلدان العالم الكل فما دي سيغي اللي قعدوا 20 و25 سنه ما دام تتوفر
معناها الامكانيات اللازمه والكاستينج باهي، المخرج باهي، يقعد النص يلزم يكون متجدد وفيه تشويق وديما فما حاجه جديده، تتواصل راهو ماهيش مشكله. تبقى احنا كما قلت العاده وكانه فما بعض اللي يقول لك لا هي تعملوا حاجه جديده وبعد ما تتبدل يا كنا والله كنا نتفرجوا. هذه موجوده، هذه انا معناتها علاش انا واحد من الناس هاني انا ضد تقف سيدتي العزيزه، انا بدينا نتواصل نواصل اما تتصل يا اخي تنجم انت تعمل عمل من الجزء الاول يجي ممل راه مش بالضروره يعني كي سيبتي العزيزه تولي مثلا دار رحمتي ما عندكش تتبدل اذا انت ما تخدمش حاجه على قاعده معناتها سواء الجزء الاول ولا الجزء العاشر باش تجي خايبه صحيح ولا لا؟ معناتها انه عمل يمشي اجيل حتى ويوصل حتى ال 15 معناتها وانا انا علاش ديسي شويه خاطر حسيت نسمه كانت ماشيه في الثنيه ما يهمهاش النقد عندها ناس عندها جمهور معناتها في تونس وبرا عندها جمهور بالقدا بالقدا سيدتي العزيزه تقعد من اللي صايغين الحلوين اللي خدم تو انا سي سلاح معناها خدمت معاه عندها عزايز خدمت معاه لوتيل خدمت معاه معناتها مسلسلات نسيبتي العزيزة عندها طابع آخر خاص معناها ما تشبهش للي خدمناهم فيها حكاية أخرى ونسيبتي العزيزة من الأعمال اللي خلقت سوق البرة اللي هي السوق الجزائرية الجزائرية أنا الواحد لو طوى أنا عبد الله كي نمشي للجزائر ما نحسش روحي نجم كما في الجزائر ما تنجمش تتخيل مدام أنا الحفاوة والترحاب والتصاور ودوخ نحييوهم لأخواتنا الجزائرية الكل تصفيقة كبيرة عليهم سفيان ديسو خايبة أمل من قرار إيقاف معناتها من أنه نسيت مش إيقاف ما عملتش شدوها عدم توقف شدوها عبلة عدم قرار عدم معناتها مواصلة نسيبتي العزيزة والله يشوف وإحنا عندنا راهو في تقاليدنا التونسية معناها ديما إحنا كما قالت كوثر حاجة تتوال شوية ديما عندنا إحنا تصغير الأشياء حتى في حياتنا خذيت كريهبة خذيت دويرة عملت قعادة عملت سيزمو ديما نصغروا ديما اللمون نصغروا الحكاية ما نحبوش الحاجة الطويلة ياسر الحقيقة متاع ربي أنا أنا نتخيل أنه سيبتي العزيزة كان تواصلت كما قالت كوثر جيست مع بعض التحويرات بعض البنات التدخلات تجم تكون حاجة يخلي العالم يعملوا اتولي ديكريتور باش يستمر العمل سنين وسنين المشكل يمكن الكبير عمر ما ساعة له إخراج له تمثيل خاطر مخرج ممتاز وممثلين من احسن ما فما في تونس باهي دونك المشكله اللي العمل الناجح موجوده سيدي العزيز فقط يظهر السيناريو انت حكيت ساعه قبل على السيناريو فرحات سيناريو تحسه ما تجددش ظلم شويه شخصيات حتى انت تظلمت في فتره من السيناريو في فتره ما الحقيقه انا ما خبيتش حسيت بروحي اي حسيت بروحي تظلمت مثلا الجمهور اللي متعود بشخصيه المنجي مثلا المنجي كانت مع حجيلة كانوا مع حيوانات وكانوا مع قبقابه كانوا مع صافرو كانت علاقة بفطيمة علاقة أخرى معناك كنا رينا فوار مع الثلاثة سنين الأخرانيين اللي ولا يكش على أمه كان يرقد أنا شد تحت أمه نقول إحنا فهمت دونك ثم حاجات تبدلت في علاقتي أيضا زاد حتى بحيوتة في علاقتي بخالد بوزيد أي الفهم كانوا عنا ديديو أنا والفهم معنا العام الأول والثاني والثالث معنا موجودين بالكدا واللي ينتظروهم معنا الجمهور كان ينتظر انه اش باش يعملوا مع بعضهم هذوما الزوز دونك الحقيقه ما نطاحوا لكن الواحد حاول انه يحافظ على الشخصيه نتاعو باش ما باش يكون في المستوى اللي ينتظروا شويه من براءته المنجي شويه يمكن كان من باب التنميع معناها في الكتيبة يونس حب معناها يطور الحكاية ما يخليش البيرسوناج في ثنية واحدة فهمت وقع معناها التغيير أما كان جا فما أتولي بوتيتر ما نقولوش أنه يونس شائح مثلا أنه كان جا فما أتولي برشا ولكن حتى الأتولي ما تنجمش تلقاها بسهولة في تونس نعرفه أما كان جا فما أتولي بوتيتر راهو نسيبتي العزيزة ولات بروجي أكبر وهي إحقاق الحق راهي الكتيبة تاخذ من العمر تاخذ من العمر تاخذ من العمر تعب تعقل صعيبه هو يعرف وانت تعرف برشا برشا معناها يونس وقت اللي بدا يكتب ومن حاجتين تختار يا تعيش يا تكتب فوالا صح فوالا ولا حق راه صعيبه ياسر ياسر صعيبه ولا الضمار بصفه عامه الضمار خاصه وخاصه معناتها خاطر ممثل بلوزوما حتى كي تتحسر بعد تشوف تمثيلك الناس ترى اما الكتيبه معناتها ويونس الثقل اللي عليه شنو هو؟ انه يكتب في صيغي ناجحه ديجا معناها العباد تحبها وفي انتظار عباد تستنى في حاجه تحبها خير دونك هو بقي يلوج باش يكون احنا في صوره جديده
هو يخورا ومعناتها يسمعنا يطلبنا يقول لك ترشي حاجة عندكش اقتراح نمشي فيه معناتها يحاول كيفاش باش يلقى دونك هذيك خليه بتيتر كل مرة يحاول كيفاش يلقى للبيرسوناج فكرة اللي ممكن ما تروقش للبعض وتروق للبعض دونك الكتيبة ما كتعرف كله في الاجتهاد فرحان قبل وبعد نسيبتي العزيزة نجم نقولوا فما فرحات قبل فرحات بعد حتى من ناحية الشهرة من ناحية حياتك تبدلت معناتها حياتي تبدلتش برشا الحقيقة أما ثم حاجات تبدلت في حياتي ما تبدلتش بالشكل الكبير أيه. أما ثم فرحات قبل سيبتي العزيزة وفرحات من بعد فرحات بعد سيبتي العزيزة ما عادش نجم يعمل لجي في الشارع ما عادش نجم يخو راحته برشا هذا ثم منه برشا خاطر الحقيقة أنا إنسان اندفاعي تحرم من برشا حاجات الله يحرم مؤمن الله يحرم مؤمن قر يا جنجر ايوه دونك ثم حاجات الواحد ما عادش يعملها بتلقائيته معناها تعسل مثلا ولا يقول لك تعمل حكايه يقول لك شو شكل المنجي شو رحمه بيه نقول له خطيني ما عندكش الحق ما عندكش الحق ما عندوش الحق مثلا المنجي تحرم من انه مثلا يبدا يغني وحده في الشارع كنت نعملها برشا صحيح يا رب ليه ليه احنا نمشي ونطلعوا ناخذوا الباب بالوني ونمشي ونقعدوا في القهوه ناخذوا قهوه احكي على غني المنجي حاجه اخرى حاجه اخرى من يا حاجه مثلا المنجي 9 سنين يسوق من غير بيرمي أبو والله صحيح بعد شهر سقط 8 سنوات وشوية وجيت من بروكسل حتى الجنوة 1600 ودرا قداش كيلومتر من غير رخص سياقة زادة ما عندي فرحات هنا فرحات هنا ما عندوش رخص سياقة بتاتا مرة مش أنا والمرأة قصدي ربي عندي سكودا اللي موتورها التالي طبعا بعد نحكي لك على السكودا قصد ربي ويعملوا هكا وقفونا في الليل شد ولدك قلت له شد ولدك أنا صغير شد أنا نس سكرت الشباك وقفنا حليت شويه بركه قال لي ورق سياره حطيت فمي منين خاطر قلت له احنا بركه يبرد الاولى يدور مد لك ورق سياره واصل قال لي الحمد لله يا ربي كملنا دونك كملنا عاود يوقفني واحد اخر مرور في الليل السلام على السلامه قلت لحظه استنى قاعد يستنى الراجل هبط قلت شوف خويا من الاخر انا راني ما عنديش رخصه سياقه نعم مفكوكه قلت له لا ما عنديش بتاتا مدام قال لها اهبط الكرهبه والسيد هذا كلهم باش معناها دونك عملت الحقيقه عملت عمل اما راهم ما حنش منهم قسما بالاله العلي العظيم مدوا لي فلوس في العرس عرسنا من هنا كاريه هي لوكاسيون باسمها هي والسياقه هكاك برا ما مرتي متريني على التراكتور ومكينه الحصيده الحقيقه خذيت السوق عليها وقفوني هي بحنتها وندر شيء كذا قال لي اسمع ورق سيارة قلت اخويا ما عندكش سبب راني عروس اي مخيط وندر شيء ما حاسيله زايد قال لي تو تعطيني ورق سيارة ولا تو قلت له مرة بحنتها وتحب تهز الفورير باهي اخويا قال لي طرش كيفاش اعطيني صداق قلت له ما عنديش صداق قال لي بالحق باهي وين ماشي قلت له ماشي الحمام نف مش نطلع على اختي فماشي امكانية تمديش 10,000 هكا مصروف وندر شيء خاطرني راني وخيك معرس عندي نهارين دور ولا قال لي بالحق تحكي قلت له والله اوكي المرة بحنتها يا ملاك يمد لي هو 10,000 وصاحبه محمود هذوما دو موتار مدوا لي كل واحد 10 قلت له لا انا قال لي ما تاخذهمش تو ونهنيك مدام مبروك عليك تبارك الله عليك تبارك الله لا دونك والله برجع ما قصروا قبل الشهر هذا قبل شو نحكيو هذا هكاش فيه في الجزائر يمشي زاد كيما قلت انت يحبوه برشا فرحات احكي لي شنو صار لك مره مع مفتي الجزائر انت منين ليك ما يسالش نعرف حكيت ما عنده العصافر انا العصافر تلمينا في هكا في معنا في فضاء دون زان اسباس ومعهم هكا المفتي الديار وندر شنيا وكذا يرحبوا بينا قال لهم بسم الله الرحمن الرحيم الشخص هذا نحبه ونموت عليه انا جد علي بالحق انا قلت يحبني من بعد كي بدا قال بسم الله الرحمن الرحيم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من أدخل البهجة والسرورة في قلب مؤمن أدخله الله الجنة يا أخي أنا ضحكت ضحكت كما بشخصية المنجي خاطر أنا واقف زعما معهم قال لي وراك تضحك قلت له بالحق هذه تو موجودة ما أنا قال الرسول قال لي قال لي بإذن الله أنت مش باش تدخل الجنة أنت قلت لي أنت راك ضحكتنا ودرشين يا أخي جماعة بنغاديك كلهم الببليك الكل ولا يضحك على أسمع قلت لهم راهو اللي باش يزيد يتكومك ويضحك عليا قسما بالله باش تلقاوني في باب باذن الله يا ربي تقبل مني باذن الله تلقاوني في باب الجنه تفضل تضحك انت زاد انت باش نوافق عليك قدرة ربي باذن الله
اي معناتها الجزيريه انت حكيت لي زيدا كيف مشيت انت وخالد بوزيد بالحق الشارع تسكر بالعبيد صوفيا نعمه معناتها تلمو ما نجمتوش حاجه لا حاجة تصدق مره نعملوا في هو ما نعملوش عرضوا يعني نادونا ما انا فهمتي ولا نطلعوا سيرسان هكا نحكيوا شويه مع المواطنين اول مره مشيت فيها الجزائر ساعه ما في باليش بالشوره هذه هزونا ديريكت للوتيل بعد كي جينا خارجين جا قال تخرج حتى يجيو الجارد كورات قلت انا في قلبي شنو الجارد كورات برا يخرجوا برا ناي خرجت يودي ناخذ زير الكل قدام الوتيل هي. حاجه لا تصدق شهره هوليوديه عندنا غاديكا بدينا نتصوروا من المليله بدينا نتصوروا انا وخالد مع المتفرجين دينا العشرة متاع الليل ساعتين متاع الصباح كمان أنا عيني وجعتني بالفلاش نعمل هاي أنت ما عرضتش مسرح في الجزائر أنا قبل نسبتي العزيزة معناها في الجزائر خاطر معناها فرقة بلدية تونس عملنا مثلا مسرحية على شط بحر الهواء كيف ما نعرض في تونس كما في الجزائر يتبعوا فينا بالكلمه ويضحكوا وقت لمامات توينسا يضحكوا معناها يفهموا في المسرحيه كامله من وهران لسيدي ابو العباس الالجي كيف انا خدمت معاهم قبل نسيتي العزيزه خدمت ناس مليح سيتي مع جعفر قاسم نحييهم الكل كيف ناس مليح سيتي الاول ناس مليح سيتي الثاني بعد خدمت جمعي فاميلي الاول جمعي فاميلي الثاني وبعد جيت نسيتي العزيزه زادت اكثر معناها الحكايه زادت اكثر يعطيهم الصحه بالحق الجزائريه ديما يحشمونا على رواحنا تبارك الله عليهم قداش متربين وقداش يحترموا توينسا حاجه يحبونا برشا اي يحبونا برشا احنا نحبوهم على الاخر احنا نحبوهم معناتها فما فنانين كبار فما موني نور الدين فما كامل تويتي معناتها ممثلين كبار اما كوثر فما سفيان الشاعري الله يرحمه الله يرحمه وينعمه سفيان الشاعري وقت اللي توفى معناتها في فتره ما كلي بدينا نسالوا باش تكمل سيبتي العزيزه ولا كيفاش الفتره هذيك عشتوها كانت فتره معناها حساسه وخايبه الناس الكل معناها تحست الوفاه سفيان مش على خاطر تواصل ولا ما تواصلش هو كصديق وصاحبنا ساعه قبل ومن بعد ليكيب الكل النفسيه كانت بما فيهم نسمه ما كانتش معناها في استعداد باش نعملوا الجزء اللي من بعد عملنا دار الوزير واللي انا فرحات دوره النوري فيه زاد كيف يقتلني بالضحك وعملنا دار الوزير العباد معناها بردت شويه الكلنا نقبلوا معناها ربي حاجه ربي شنو حب وحتى في عائلتنا كيف فقدوا شخص الحياه تستمر معناها ما نظنش كان خوه توفى خوه وهو عنده فرحه ولا عنده حاجه باش تقف الدنيا سيء الحياه تستمر وكانت هذيا اللي كيف الكل اقتنعت اللي اوكي الله يرحمه اما اذا كان سفيان جا موجود راه يحبها تتواصل دونك كملنا الاجزاء اللي جات من بعد وقفت معناها. هي عام من بعد وقفنا عام من وقتها خدمنا دار الوزير من بعد رجعت بالحق انت شرطت في سيناريو ما تعرستش هي بو. مش شرطت الحقيقه خاطر يونس نحييه ونبوسه بوسه كبيره انا اش قلت في عائلتنا التوانسه فما برشا نساء خاصة كيبدا الراجل كيما سفيان مش أي راجل الراجل اللي لطف عليكم وسامحوني في المشوم ودرا شنو الله يرحمه تتحس بعد ممكن تبدا حياتها أما الراجل اللي كيما حسونة نقول مش على سفيان يعني يحب مرته يحب حياة برشا ومدللها ويجيب لها اللي تحب عليه وتطلب الذهب يجي تطلب الديامونت يجي وقابل عائلتها يعني راجل بالصفة هذيك نتصور حياة خاطر باقي يقولوا كوثر مش كوثر حياة ما تاخذش راجل بعده وعلاش قلت النتيجة هذه فما في عائلاتنا التوانسة اللي يفقدوا رجالهم وهما باهين تقول لك ما ندخلش راجل على أولادي وتعيش لأولادها وتكبرهم وينجحوا موجودة المرأة هذه برشا نساء برشا نساء معناها موجودة فأنا وقتها قلت له ما نتخيلش حياة كشخصية منطقيا كشخصية باش تاخذ راجل بعد حسونة وكانت معناها يونس اقتنع بالحكايه فكتب مش شرط هو حديث بيناتنا معناها بيان سور انت نعرف اللي انت ما تتشرطش انت مع بالحق معناتها ممثله متواضعه على الاخر ما عندكش هكا اللي كابريس وكالفازات الكل معناتها اللوجيك يقول هكا منطقيا تنصح به باش نسال توا اذا نقولوا وقفه نسيبتي العزيزه فما برشا يقولوا اللي لو كونفور ممكن يعطل كارير شخص معناتها المو مرتاح ما تراش اللي ممكن يكون فما جانب ايجابي في نسيبتي العزيز نحب نسألكم بالواحد كي وقفت انه في الاخر كارييري نحب زاد يتنوع نحب انا
راني انا فرحات ممثل قمقوم راه مانيش كان منجي فرحات منطقي ثم منه هذا زاد دونك ثم منه لانه الواحد زاد ما يقعدش زاد حبيس شخصيه معناها مرهون في شخصيه المنجي كهو فكل ممثل فينا عنده طاقات ماذا به يظهرها حتى معناها الواحد زاد يحطوه في قالب واحد تضحك كهو احيانا راهو زاد الواحد محلاه في دور اخر معناها في حكايه اخرى كي نرى نافار ما عندها حتى علاقه لا بالضحك لا بال صحيح دونك يمكن انت بيتيتر انت اقرب معناتها الضحك مشيت له جاء بطبيعته اما انت تنجم تبدع في ادوار اخرى اكثر من الضحك زاد كيفي انا كيف اغلب الممثلين اللي هم نتاع ولاد احنا نقول احنا اولاد المسرح دونك في المطلق معناها الواحد يدخل الشخصيه يخدمها عام واثنين وثلاثه وبسهوله ينقز ويمشي لشخصيه اخرى اللي هي كينا رينا فوار معناها ما عندها حتى علاقه بالشخصيه الاخرى انا ترى نفس الشيء اللي نفس الشيء ما نحبش نقعد في شخصيه واحده بقينا انا ما حسيتش يمكن كيما اصحابي الحكايه هذه لانه مع حياه في نفس الوقت انا خدمت شخصيات اخرين يعني في فرقة بلدية تونس كل عام انا عندي مسرحيه دونك انا نخدم في بيرسوناج اخر خلف حياه مشاركتي زادة مع أخواتنا الزيرية في عاشور 10 الجزء الأول والجزء الثاني في الفيرما الخريني نخدم في دوتغو بيرسوناج دونك حياة ماشية أون باراليل مع حاجات أخرين ما قعدتش حابس أما في نظر الجمهور التونسي فيهم اللي يقول لي كوثر توحشناك في دور كيما عنبر الليل توحشناك في دور دراما وقتاش تعمل حاجة أخرى خاصة اللي ما يمشيوش للمسرح خاطر في المسرح شافوني في أحوال حكاية أخرى في كشمر نوع آخر في معناتها تتغير والناس اللي ما يمشيوش للمسرح يطلبوا منك باش يشوفوك خاطر المسرح ديما يقعد شويه سير قص دغلي نفس الشيء تعرف هي المشكله فما مشكله هي مشكله انتاج على خاطر الممثل في تونس ما عندوش برشا شواء باش يختار دي بيرسوناج ولا يختار حاجه ونفس الشيء بالنسبه للمخرج خاطر المخرج ساعة يعطيوها السيناريو في اخر لحظه شكون عندي في البروفيل هذا يضحك شويه شكون عندي شرير امشي لفلان على كلاش تلقى برشا ممثلين تونسه تقريبا ديما تشوفوا في نفس الرول خاطر ما فماش ما عندوش اختيارات اخرى ينجم يخدمها سوى المخرج سوى الممثل ومشكله طب مثلا الكزغلي مثلا الكزغلي انا شافوني المغازه نقلق يا اخي تقلي انا بالنسبه لي القحاف انا ما عمري ما قضيت نقلي من ما نقضيش لا باين الواحد يتبدل في بيرسوناج اخر حتى على المستوى حتى الشعب الخليفي قبيل انت فما شكون اقترح عليك المنشور الكزغلي بالحق فما شكون اقترح عليا اللي نخدم ومنشور بشخصية الكزدغلي والله ما استهويتهاش الحقيقة شنو فما جديد مسرح الصخر والله إن شاء الله كان سهر ربي أيوة. أمشي قول أنت سينو نقول أنا أمشي كان سهر ربي عندنا ديو أنا وفرحات قدرة ربي إن شاء الله هلا قاعدين نخدم عليهم مسرحية اسمها فش فشلام الفشلام الكذب اليوم عندنا منهم برشا في الدنيا خلينا ما نتكلم انت عندك شواء في السياسه في الفن في الاعلام عندك شواء دروا نحب نسالكم توا في الاخر نسيبتي العزيزه وقفت شنو اكثر حاجه باش تتوحشها في نسيبتي العزيزه في الجو في التورناج فرحات اكثر حاجه باش تتوحشها في الجو في التورناج الناس اللي تخدم معهم بالاساس الحقيقه الناس اللي تخدم معهم اي سورتو راهو لا ورود ولا حتى شيء ما عنده حتى علاقه صلاح الدين السيد سورتو صلاح الدين السيد تتوحشوا برشا وتحبوا برشا وكي تخدم معه حصله راهو صلاح الدين حصله ايها الممثلون ايتها الممثلات ردوا بالحق انسانيا محلاه يقف على كل شقيقه ورقيقه يصلح لنا العباد الكل نصوصنا يصلح لنا تركيب مام حتى نو بيرسوناج وسي ساعات تقعد مثلا 8 شهور تبعد شويه يرجع كيفيقك يذكرك دونك ميتيكولو برشا الى معناه انسان بكل صدق وبشكون مش تتوحش نتوحش حجيلتي الحقيقه ايوا اللي هي زينوبه بنتي خاطر هذيك تشدني كل نهار في علاقتها بنسيبتي العزيزة تحفظني كل نهار كل ليلة تشدني وتقف وتفهمني وتوقفني على الأشياء اللي يلزمني نقف عليها شنو باش تتوحش في نسيبتي العزيزة كوثر؟ لما متاعنا لما تليكيب الكل معناها جو الكوليس متاعنا وقعدتنا وتطيب نعملوا تنطيب وحدنا حاجات وهكا الامبيونس متاعنا معناها تعرف احنا بدأوا نخدموا
والاولاد تطلع في مخهم حكايه المقرونه كوثر مقرونه ودرجنو شنو نعملوا نبداو نخدموا فرحات يبعث مثلا باش يشري درجنو وشكون باش يحضر القصيد القصيد عملت قشرت القشرت هما يقولوا كوبي واحنا الكل نهبطوا تك 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 طيبوا ثم حاجه اخرى ما حبيتش تحكي عليها عندها قفه كل نهار تجينا بها صحيح ولا الملوخيه ولا بالحق الملوخيه المرمز الحوت والطاولة والطاولة الكل صدق سي كلير كي نتفرج في الـ في الـ في السيبي العزيز نحس اللي جاوب بيناتكم هكا وي سي القزدوري شنو اللي باش تتوحش في السيبي العزيز انا جيت من بعد انا جيت من بعد اما بكل صراحه معناها لما عالميه لما فيها برشا حب لا فيها كتكمبين لا فيها حتى من اللي كادرور من اللي راهو اللي نصل على بعضنا على تفاصيل حياتنا معناها شنو احوالك في الحكايه هذيك ويعرفوا التفاصيل ويعرفوا الدنيا الكل كيف بلوس دو في فما حاجه باش تتقال احنا توا ماهيش نقولوا هكا تحكي خاطر عندها سيزون اخرى ما نجموش نحكيو البرودكسيون في سيبتي العزيزه احنا نعتبروا مدللين خاطر نعرفوا لي برودكسيون صحابنا اللي يخدموا ظروف شويه قاسيه قاسيه على الناس الكل تبقى احنا موفرين الراحه والكونفور اللازم باش تخدم انت مرتاح وهذا سي امبورطون ومع السلاح فما نظام في الخدمه يعني تنجم تنظم حياتك مع وقت خدمتك اللي ما ثماش تورناج بلاش وقت ومش منظم وما تبداش في الوقت كي نقولوا سبعه ويجي قاعد ملوح ست سوايع حتى تمثل سبعه ست اوغ سيغ بلاس ست اوغ سيغ بلاس ما فيهاش كلام كي نقول بخي تورني ثمانيه ونص راهي ثمانيه ونص انت ماكيجه لابسه وتخدم وهذا سي امبورتون في خدمتنا خاطر كي تكون منظم تنظم حياتك انت خاطر احنا كاشخاص عندنا عائله وعندنا اولادنا دونك تنظم حياتك تعمل بلانينغ نتاعك وعندك بروفا عندك تنجم صحيح. في دوتر برودكسيون تنجم تكون مسيبه شويه دونك سيبتي العزيزه تحيه كبيره 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 للبرود والفريق التقني الكل اللي خدم في سيبتي العزيزه اللي هما زاد يتعبوا باش انتم تخرجوا في احسن صوره وانتم تخرجوا بصراحه انا حبيت نقول لكم ميرسي انتم مع على سيبتي العزيزه خاطر فرحتوا برشا توانسه سنين فرحت علينا كوثر وسفيان قول لي احنا كملنا نجموا من مع سيبتي العزيزه نقول على مسرحيتنا باش تعملوا مسرحيتكم اي مساب عشاق المسرح اسمع عشاق المسرح يجيو مسرحيه طيب ككح نهار 27 28 29 في المسرح البلدي مسرحيه طيب ككح اللي هي نص سي محسن بن فيسه واخراج سي عبد العزيز المحرزي وبطبيعه الحال فما سي اكرام عزوز في دور طيب ككح وفما اميمه المحرزي وفما محرز حسني سي حسين وشكيب زاد كيف كيف معنا سي حسين ان شاء الله تجيو تعجبكم المسرحيه مسرحيه انا يلزمني نتفرج فيها خاطر اسمع اللي تفرجوا الناس كل شكروها قالوا لنا تفرهيده تقطوقه حاجه إن شاء الله. حاجه تفرهيده عالميه فرحات ان شاء الله يا ربي نشوفوك ديما متالق يعيش كوثر ميرسي بوكو يعيش صديق ربي يفضلكم وميرسي اللي فرحتونا بصحه لاباس للي لو فات شكرا على حسن المتابعه وشكرا على ثقتكم في البرنامج هذا اللي يخلي الاعداد كل جمعه اكثر واكثر يتفرجوا فينا نتقابلوا ان شاء الله نهار السبت الجاي صباح الخير تحيه لفرقه هيثم الهني انت ديما في تغنياتك مقاطع الاعلام كونتر الاعلام وانت خويا كنت مد وجهك في الاعلام مش مد وجهي جاي باش نوصل حاجه معناها اللي كلاي معناها كي جاي اليوم ما جاش هكاك مش حللها هكايا وجيت هوني لا طاح قدري انا لا قدر الرابيرات مش كيما ناس اخرين يتعداو يقشطوا الراب ويخليه فرصه لنوفل واصحابه انا نعرف انا نعرف انا نعرف صاحبي كي مش بعد كلاي البلاصه نتاعي فارغه لكن نشاز ما خانش بيه ربي فما نشاز فما نشاز في الراب فما شنو فما شكون ينشز في الراب ينشز فما صاحبي عبد صاحبي نشاز مش اللي يعمل فيه عبد يعمل في حاجه بها ما كي تجي تحكي معاه في مخه فارغ تلقاه شو اسمه ربي يعينه صاحبي صحاب ما نتلاشوش بعضنا عندكم نتلاشو بعضنا وحدنا يقولوا كلاي حسودي اي رابور يطلع اي رابور يطلع كلاي ديريكت صحيح طلعوا برشا رابورات وما عندي مش لكونش مع زوز من الناس اللي هم ما نقولكش سما راه ربي فك صراحه في الضيق اي عبد في الضيق بيان سور بالطبيعه
اي عبد صايرت له حاجه خايبه حتى عدوك ما تتمنى نفس الشر. ورانا حبينا ولا كرهنا في الاخر رانا عمرنا ما كنا عاديين رانا نعمل في موسيقى وصارت حاجات اللي بيناتنا تقعد عندنا عركه هذيك اللي كويزينا انت اوكي انت سامح كي نحكيوا على كلاي كل كلاي بالحق ينجم يقيم رابوريت ينجم يقيم ليلي 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 تواضع غير تسمى تواضع منك ليلي ليلي كاريرك ماهيش صغيره ضاعت خويا ما يبطل كلاي ينجم يقيم اما مازال هو في الكورس وباش يقيم مع بعض معاه في الكورس ما نجيش باش ليه ما نجيش رابوريت تسالني على خدمتي على كلاي ايش عامل في حياته كل واحد يخدم على روحه هذاك انت استني إلي ربي عينه يخدم على كسترو. روح ربي عينه يخدم على روح سانفارا ربي عينه يخدم على روح وانتي شو مدخلك انت بتعرف سمينة انا حاجة يجي انا نسمع الراب انا نتبع عرف ونحب الراب ونسمع الراب نسمع الراب بالجديد بالجديد كنت تسألني وحدنا نجيوبك كما قدام تلفزة بيه ايه تقلفت الكاميرا غاديك لحظة خالي طفت خشمك ما تنحيوش من وجه بتبيع بيانسي هي معناها القطوسة تاكل اتعبت ولاد اما ما تاكل هامش بطايش هامش اه بالنسبة لك رابوريت ولادك الاخرين ليه ما قلت لك شكيك ليه مستخدمهم تعب بولي من الغالي الناس فما معناها حاجة قاعدة تصير في تونس اللي الراب ما وقفش على عبيد معين فما عبيد تخدم فما ناس تعبة اما فما عبيد شوهت تصوير الراب في تونس تحب ولا تكره فرق ما بين عبد عمل لك قدر للراب وعبد عمل لك قدر بالراب فما رابوريت لازمهم يبطلوا الاغنية لازم يبطلوا الراب فما رابوريت لازمهم يبطلوا فما وتريين لازمهم يبطلوا فما كليبات لازمهم يتفسخوا من اليوتيوب الخايبين اللي عندنا في دومين الراب احسن برشا من برشا زعما باهين في الدومينات الاخرى